واشنطن تصدر تقريرا جديدا للدول التي تشكل مبعث قلق خاص على صعيد الحريات الدينية. في بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أدرجت الولايات المتحدة دولة نيجيريا للمرة الأولى في قائمتها السوداء للدول المنتهكة للحريات الدينية، في خطوة تمهد لفرض عقوبات على البلاد ما لم تحسن سجلها على هذا الصعيد. ولم يفصل بومبيو أسباب إدراج نيجيريا في القائمة. إلى جانب نيجيريا، أبقت واشنطن على مجموعة دول كانت مدرجة في القائمة في العام 2019، وتشمل الصين وإيران وباكستان والسعودية وبورما وكوريا الشمالية، إضافة لإريتريا وطاجكستان وتركمانستان. وشطب بومبيو من قائمة الدول الموضوعة قيد المراقبة كلا من أوزبكستان والسودان، التي تحسنت سريعا علاقاتها بواشنطن بعد الإطاحة بعمر البشير وإصدار قوانين لحماية الأقليات. وفي حين يقتصر التصنيف على الممارسات الحكومية، أدرجت وزارة الخارجية الأمريكية جماعة بوكو حرام في قائمة المنظمات الإرهابية، كما أدرج البيان الحوثيين في اليمن وحركة الشباب الصومالية وتنظيمات القاعدة وتحرير الشام وداعش وطالبان ككيانات ذات قلق خاص.